السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك بلوم مصر 15 جنيه و91 قرش. سعر الدولار في بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران للتنمية وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي 15 جنيه و89 قرش. سعر الدولار في بنك الأهلي اليوناني بمصر وبنك سيب والمصرف المتحد وبنك ريدي أجريكول وبنك الإسكندرية 15 جنيه و88 قرش. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 15 جنيه و87 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15 جنيه و86 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء من 16 جنيه و1 قرش ل 16 جنيه و11 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و84 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و80 قرش، سعر الدينار الكويتي 49 جنيه و51 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و14 قرش، سعر الدينار الأردني 22 جنيه و8 قروش، سعر الدينار البحريني 41 جنيه و5 قروش، سعر الريال القطري 4 جنيه و18 قرش، سعر الريال العماني 40 جنيه و30 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و30 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.